نروح للكرايسلرات الشباب اللي طلبوا الكرايسلرات. نبتدي بالأولى اللي هي هذه 2017 كرايسلر 300C 2017. أخواني الأعزاء هذه 300C يعني مو 300 ولا S، هذه السي. السي معروفة بمواصفاتها، يعني ابتداء السيارة بانوراما، غرفة السيارة جلد كريمي أوف وايت مثل ما تشوفون، طبعا كشن تدفئة تبريد ستيرن كهربائي الحركة، ذاكرة كشن، بردة خلفية، هذه البردة الخلفية عندك بالرجوع للخلف، البردة تصعد وتنزل ويعرفولها أغلب جناية الكرايسلر. سيارة مكفولة من كل شيء، من الدعامية للدعامية كفالة عامة. تقرأنا 300C، هذا حرف السي يعني مو احنا لازقينه، هذا أصل، يعني هي السيارة أصل 300C. كاميرا خلفية بدون حساسات، ويلكب حجمه 18 كروم، شغل إياها وراح نشوف الجلد الأوف وايت. طبعا بالمناسبة مراية ويده نيكل بلاد، هذه المراية واليدة نيكل بلاد. طبعا شادي لها قلوبات LED عالي الإنارة، والسيارة نظيفة جدا جدا جدا، وأهم من هذا كله مكفولة حتى دعامياتها. نجي للسعر، سعر السيارة 265 ورقة، 265 ورقة، سيارة كلين تايتل، موديل 2017. وهسه هذه نصبتها وهذه شوفتها السيارة، هسه راح نفتح بابها ونصور دواخلها بصورة أوضح. تشوفون اخوان احنا دنسولف على 300C، سايق وراكب فول كهرباء والكشن تدفئة تبريد. يا الله، هذه تحكمات التدفئة والتبريد، والستيرن مال السي تعرفوه يجي نص تطعيم صاج، تحكم الستيرن جهتين، وباقي الاوبشنات المعروفة بالكرايسلر والغنية عن التعريف. اخواني 265 ورقة سعر قطعي، سيارة رقم اربيل وانا محولها باسمي، يعني تريد تحويل ملكية باسمك، هذه باسمي السيارة، تريد تحويل ملكية باسمك، تريد وكالة من عندي، حاضر وما عندي اي مشكلة. بالمناسبة اخوان السيارة مضروبة نانو سيراميك حتى الدعاميات، يعني انا موفر لك النانو سيراميك وموفر لك الكفالة. سيارة اخوان مكفولة من كل شيء، هذه كرايسلر 300C موديل 2017 رقم اربيل باسمنا باسم الفنجان، واحنا بخدمتكم. رجع لي عندي كرايسلرات اثنين 2013 شافوهن البارحة الشباب وتواصلوا وياي، وشنو سعر السودة وشنو سعر البيضة، فهسه راح ننطي تفاصيلهم، هسه راح نعطيك تفاصيل كاملة عليهم، بس تابع وياي اخوان. بما انه الانترنت رجعت الاشارة الحمد لله، طلب اخوي مشاركة البث على الجروبات اللي تعرفوها مختصة بالسيارات، واريد الله يحفظكم حتى شوية تصعد مشاهداتنا وتستفاد الناس من البث المباشر لشركة الفنجان الاصيل لتجارة السيارات الامريكية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخوان مشاركاتكم الله يحفظكم. هسه راح نشغل ال 300 سي الاسود اللي هو 2013. طبعا اني راح اسولف لك سالفة حلوة ان شاء الله تستفاد من عدها. اخواني الاعزاء، هذه كرايسلر 300 سي موديل 2013. خو البعض يقول صار 13 قديم، صحيح انا وياك صار 13 قديم باعتبار الناس جاي تدور موديلات 18 و19 و20، لكن هذه السيارة مميزة جدا بحكم انه ما مستعملة بالعراق. انا ذني سيارات استوردتهن بعنوان دبلوماسيين وجبتهن للعراق، الحمد لله والشكر دفعت قمرقهن وضريبتهن ورقمتهن، وحاليا السيارات باسمنا. اللي اريد اراويك اياه انه شوف نظافة الغرفة، هذا بلاد العسلي اللي دا شوفه بلاد. طبعا 300 سي معروفة مواصفاتها، ستيرن كهرباء، ستيرن مطعم نص صاج، شباب يسموه ملكي اذا تذكروه، يجي ستيرن وتحكم فول كهرباء كشن السائق والراكب، وهذه الدقمة تتحكم بالسكليتر، دا شوف السكليتر دا يتحرك كهرباء. وعندك بعد هذه البردة تجي بلون التطعيم هذا الصاج، وتجي ذني الجلاصات حار وبارد، والسيارة كشنات تدفئة تبريد تشوفها. وعندك هذه البردة الخلفية صعدت بالخلف، تشوف البردة اخوان. هذه 300 سي انا مستوردها من المزاد، طبعا مشتريها من المزاد، حادثها كسر بالدعامية هنا بهذا المكان بدون ايرباك، وعندي بصور المزاد شون كأنه فد شخطة هيك بهذا المكان، صار عندي صبغ ربع البنيد بالضبط، والباقي كاستيراد كله مكفول بالميناء، انطخت عندي طخة بسيطة هنا. المشكلة انه الاسود ما يفيده تكحيل، يعني لازم الصبغة، هذا المكان ايضا صار فيه صبغ. اما باقي السيارة، السيارة بحالة الشراء من المزاد، نظيفة جدا، سودة، غرفة بيجي، الرقم بغداد، موديل 2013، طقم تاير جواها انا شاد الهياه. اما الحوض الخلفي فما اسولف لكم عن النظافة، شوف قبال عينك واحكم، والسيارة بعدها بدوساتها. هذه سعرها 195 ورقة، 195 ورقة انطيك كرايسلر سي 300 سي اسود مرقم بغداد، وتحويله يمي وانا بخدمتك، ماشي قلبي؟ 195 ورقة، 195 ورقة. طبعا كل المواصفات معروفة، مراية نيكل، يد نيكل، بصمة باب، بصمة تشغيل، تشغيل عن بعد، ويل حجم 20، وطقم تاير جديد، والسيارة جاهزة وموجودة عندي بالفنجان. الدورنجول 11 موجودة حبيبي، انت اتصل بي ورا البث وانا بخدمتك. خلي نروح على الأصيلة الجديدة. انا قلت لك عندي سيارتين 13 دخلتهن دبلوماسيين. اخوان بس وياي الله يحفظكم شوية انتباه. هذه مميزة جدا السيارة، اول شيء سيارة رقم بغداد. هذه السيارة انا ماخذها من المزاد مكفولة، ماخذها من المزاد مكفولة من الضربة، مكفولة من الحادث. الحادث اللي انا مشتري عليه السيارة مطور الماسحات، طابق كهرباء، مسوي لي هنا فد نار بسيطة، صار عندي بهذا المكان فد شي صفار كلش خفيف، صبغت هذه المنطقة، تشوف رسمة ايدي هسه تشوفوني 327 واحد، هذه المنطقة صار بيها صبغ بس. سيارة بصمة باب، بصمة تشغيل، تشغيل عن بعد، والجنطة كهرباء، العفو الجنطة هم من البصمة نفتحها، مراية نيكل ويد نيكل، ويل كاب كروم، طقم تاير جديد. السيارة 300 سي لكن بدون بانوراما. شوف الغرفة،
هذه غرفتها. اخواني الاعزاء، يعني اللي راح اشوفه عدادها هذا حقيقي وبكفالتي انا شخصيا. هذه هسه راح نشغل، شغلتها، بس انتبه لي للعداد. سيارة ماشية 11,893، هذا حقيقي، هذا بالميل، والعداد حقيقي. طبعا ذاكرة كشن، تطعيم صاج عسلي للدواخل، نفس مواصفات السودة. تشوف قلاصات حار بارد، هيتر ثلاجة، الجير هذا قبل كنا نسميه طيارة، اللي هو الجير كهربائي 8 نمر يجي. وعندك الشاشة، كشنات تدفئة تبريد، والبردة الخلفية هسه راح نصعدها، صعدة البردة الخلفية تشوفوها، صعدة البردة هسه راح انزلها. ستيرن صاج كهربائي الحركة، والسيارة يعني مو جديدة. انا دا اقول لك سيارة ماشية 11,800 ميل، يعني نقول 12,000 ميل. السودة ماشية 67، حبيبي عفوا ما طلعت لك العداد، ماشية 67، ماشي امريكا وموجود عندي. هذه ماشية 11,800، يعني من اقول لك 11,800، شوف انت نصبة السيارة وشوف شكلها وشوف بديها وشوف ترتيبها. تشوفها قلبي، نسولف على كرايسلر اخو الزيرو 2013، اخو الزيرو 300 سي. السي تجي بيه هذه المواصفات اللي ذكرت لك اياها، يده نيكل ومرايه نيكل وويل كاب كروم نيكل بهذا الشكل، والغرفه مالته جنايه الكرايسلر تتذكرون كان الدشبول يجي اسود، هذا الدشبول لونه جوزي لان الغرفه عسلي والسياره تعتبر ملكية فاخرة. يعني هذه الأبواب والكشنات، النظافة ما أسولف لك، تجي إن شاء الله تفتح بابها وتقلب وتشوف فتشي كلش لطيف. صدقوني يعني راح أقول لكم فالشغلة، من جبتها من المزاد وشغلتها سيارة ماشية 7,000، روحات بغداد وجيتها على مود الترقيم، مشت عندي هاي 3,000 أو 4,000، هسه ماشي 11,800. هذا الكشن ما حد صاعد بي صدقوني. طبعا طقم تاير أنا شاد لها جديد، والسيارة بحالة ممتازة جدا جدا. نجي للسعر، أنا اندفع لي 220 أمانة الله وأكثر من مرة، بس ما بعت لأن شفتها قليلة ويا السيارة. هذه قفل 225 ورقة لنظافة السيارة، وقلت لك السيارة أخت الزيرو، وتجيني تشرفني للفنجان وأقول لك عمي تعال قلبها الكرايسلر وشوف الكلام اللي كان يسولفه أبو حيدر. شوف السيارة، نخلص من الكرايسلرات حتى نروح على الجيبات. اكو شيء ما واضح اخوان؟ خلي نروح على الجيبات. سجودي ممنون منك انا حبيبي. اخواني الاعزاء، جيب جراند شيروكي موديل 2014 ليميتد خليجي، وكاله مكفوله من كل شيء بدون ضرر. غرفه بيجي، وهذه جايه مري شفط كهرباء، فتحت المري الكهرباء، كشنات فول كهرباء، سايق وراكب، تدفئة تبريد، فور ويل، وضعيات الفور ويل، وهذه النظافة مال السيارة. الحوض الخلفي أيضا فتحة لكم وتشوفون، طبعا قمارة بانوراما مثل ما تشوفون، والسيارة فور ويل الليمتد تجي بيه المراية الجانبية حساسة وعاكسة للضوء العالي، عندك إشارة بالمراية. طقم ويل كاب يجي بحجم 18، لايت زينون مع دوش لايت اللي هو الزراقات.
هذا لايت الزنون يجي الزراق مالته هنا. حساسات أمامية خلفية فور ويل، وضعيات الفور ويل الرملي والثلجي والوحل، وتخليه على الأوتو وتندعي لي. الجيب تحفة فنية يعني كسيارة بصورة عامة، فتشي كلش مرتب ولو 20 أو 19 ببعض المشاكل ببراد الجير، لكن تبقى السيارة المرغوبة رقم واحد بالعراق هي والدوج الدورنجو. أخواني هذه 14 مكفولة من كل شيء، ماشية 120,000 كيلو، سعرها 28,000 دولار أمريكي، 280 ورقة، جيب أبيض رقم بغداد ليميتد، مكفول من كل شيء. تجي وتقلب وتشوف، وإن شاء الله إحنا صادقين بكل اللي جاي تشوفونه ونشرح لكم عليه، والله يحفظكم جميعا. الجيب الأبيض 280 ورقة. نتحول على الليميتد الأحمر، هذه ليميتد ماروني وارد أمريكي كلين تايتل. بعض الأخوان سألوني على العنوان، أخواني الأعزاء العنوان النجف حي الجامعة، النجف حي الجامعة. ذاك اليوم ولد خابرني قال لي وين ببغداد أنتو؟ قلت له عمي احنا مو ببغداد، احنا بالنجف. قال لي عمي العادة تقولون حي الجامعة، قلت له عمي حي الجامعة بالنجف، حي الجامعة بالبصرة، حي الجامعة يمكن هم بكربلة موجود، حجي احنا بالنجف. فأخوان العنوان بالنجف، المعرض شركة الفنجان الأصيل لتجارة السيارات الأمريكية، النجف حي الجامعة مقابل مسبح دريم لاند الأولمبي، وهذا مسبح دريم لاند تشوفونه مباشرة مقابل المعرض. هذه رقم بغداد مكفولة من كل شيء، وارد أمريكي كلين تايتل. السيارة سلايد تشوفوه فتحة، وهذه علامة الليمتد كوارد أمريكي لون ماروني. نفتح الباب، جلد فقط تدفئة، وضعيات الفور ويل، شاشة كبيرة، وهذا السلايد اللي هو بالقمارة. طبعا أقل مواصفات من الخليجي بحكم أنه السيارة وارد أمريكي، يعني هذا اللايت تشوفونه مو زينون، هذا إذا أجا زينون تجي القمارة بانوراما. يعني أنا كلش اهتميت بهاي الموديلات اللي هو الجيب من 14 إلى 18 كمقارنة بين الخليجي والأمريكي. هذه 2017 كلين تايتل، وراح أصور لك شاصيها، تقدر تحتفظ بالشاصي وتتأكد من كلامي، ونشوف السيارة شقد ماشية. العداد 92,000 ميل، تقريبا 150,000 كيلومتر، وهذا رقم شاصيها واضح عندكم. اخذ صورة للشاشة العفو قلبي، طلع عندك شاصي. سد الباب، طبعا مراية جانبية حساسة وعاكسة للضوء العالي. سيارة معروضة كلين تايتل اخوان، كلين تايتل بدون حادث، معروضة ب30,000 دولار، وان شاء الله بيها مجال فتشي بسيط. سيارة مكفولة رقم بغداد، هذا الجيب الماروني اللي موجود.